ما حكم من قال أن شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل؟ هذا محاد لله عز وجل، هذا حكم أنه محاد لله. إذا كان يعلم هذا ويقول ما هو بصحيح هذا يكفر، لأنه مكذب لله عز وجل. نعم، الله يقول فرجل وامرأتان، ويقول لا، رجل وامرأة، المرأة مثل الرجل، والقرآن ما هو بصحيح، هذا ظلم للمرأة، هذا كافر ومرتد عن دين الإسلام، أنه محاد لله ولرسوله ولكتابه.